السلام عليكم، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد على القناه سهيل تيفي. اهلا وسهلا مرحبا بكم خوتي احبابي. بغيتكم اي واحد غيشوف هذا الفيديو هذا يبارطاجي، حيت حاله انسانيه، حاله اجتماعيه. شخص معاق تلقى العمليه نصب واحتيال وسرقه في نفس الوقت. بغيتكم اي واحد غيشوف هذا الفيديو هذا، حنا دابا الان غادي عنده ان شاء الله باذن الله باش نصوروا معاه. بغيتكم اي واحد غيشوف هذا الفيديو هذا انه يبارطاجي يبارطاجي بارطاجي بارطاجي. اول مره كنطلب منكم انكم تبارطاجيو، حيت شخص معاق تلقى النصب والاحتيال والسرقه بطريقه فنيه بدون يعني ما يشعر. خداو له الموتور ديالو اللي هو يعني كرسي المتحرك ديالو اللي كيمشي عليه وكيتقطع عليه، هو يعني هو رجليه هو صحته هو كلشي. وكتعرفوا الشخص المعاق يمكن تكاسو في عينيه وما تحيدليش الكرسي الكهربائي اللي كيتحرك عليه. فكنطلب منكم اي واحد غيشوف هذا الفيديو هذا انه يبارطاجي بارطاجي. اول مره على على قناه سهيل تيفي كنطلب منكم انكم تبارطاجيو. خليكم معنا، باغي نمشيو عند السيد هذا نصوروا معاه ونخليكم تشوفوا هذا الفيديو هذا حتى الاخر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. معكم الجازولي حسن من مدينة صفرو. أنا تعرضت لواحد العملية ديال النصب من عند واحد السيد، حقيقة هو إنسان معاق، ومعاق مع معاق ما نوينا شيء انه غادي تكون في النية ديالو انه جاي مدبر مكيدة. المهم جا السيد، كان داز من قبل من حدايا من هنايا واحد العشرين يوم، قال غير داك السلام عليكم، مشى بحالاتو، عندو رجلين مقطعين من تحت من القدم. داز داك العشرين يوم، واحد النهار هو يجي نهار الاربع بالضبط 12/7/12 سبعة شهر جوج، جا ولا 17/17 يا ربي 17 شهر جوج بمعنى الاربع. المهم 13 اليوم هادي باش حصل لي هادشي، جا لهنا وقف، كنت انا والاخوان هنا جالسين كنهضروا. المهم شفناه بداك الحاله هاديك، طلع عنده بديت كنهضر معاه، بدا كيسولني على الموتور، واحد الموتور عنده عجلات، ثلاثه ديال العجلات كحل من نوع الدوكير كهربائي. بدا كيسولني واش كيمشي بالضو، واش كيمشي بليسانس. احقا قال لي انا في السبليون، كنت خدام في السبليون، وقعت لي اكسيدون ترافاي. والسيد المهم داخلنا بالهضره والكلام على المعاقين، على الوضع ديالهم هنا، على الوضع ديالهم لهيه. كيتاثر حتى هو، عينيه كيدمعوا. قال لك زعما هادشي مؤسف، زعما اللي عايشين هنا هاد المعاقين في المدينه في المغرب. تعاطفت انا بحكم انه انسان، حتى هو انسان معاق. المهم بدينا كنهضروا، انا في الجيب ديالي واحد الورقه ديال السيده ديالي ديال الدواء 5660 ريال كدير. ما استطعتش صراحه ان كنبيع هاد الديتاي هكا وطبيله عاديه مصروف. المهم على المصاريف ديال سميتو ديال الحياه راها صعيبه، والانسان عاجز على هاد المسائل هادي باش يحقق داكشي اللي خصو لوليداتو ولا لدارو ولا لمراتو ولا لنفسو هو اصلا. الغالب الله سبحانه وتعالى قال لي راه نشوف داك الورقه ديال الدواء، عطيتها له شافها، قال لي ناخذو لك. بالفعل مشيت درت له انا فوتوكوبي، قال لي دير له فوتوكوبي، نمشي للفارماسيان ناخذ لك سميتو. واحد شويه هو ينتبه هنا لهذه الفارماسيان اللي انفاس معايا ديال باب المقام، لابوراتوار ديال الارجاتي الدكتور ارجاتي. قال لي ارا هاك سير خذو، عطاني 8000 ريال. مشيت لعند السيده عطيتها الفلوس، قالت لي ودي ندير لك الدوموند عليه العشيه ان شاء الله يجي. عطيته 2400، رديت له الصريف ديالو. بقينا كنهضروا مع، بقيت انا عييت بالوقوف، قلت له اجي نقربوا لهنا حدا الاخوان ونهضروا. دخلت ريحت انا بليستيل داخل، لا السيد كيهضر، المهم لا لونغ كتاريا، كيهضر فرونسي سبليونيه،
هذا سيدي راه عامر، المهم اندلوجها عامر ودهماني، اللون ديالي هكا وشايب، المهم داك 58 59 سنة صلع من هنا، وعندو الشعر المهم من هنا شايب، وعندو رجلين مقطعين من التحت. يعني استرجك الطريقة دار لي داك الشبكة ديال الإنسانية، وإنسان ديال العاطف، حتى هو متعاطف مع هاد الناس بحكم الإعاقة اللي عنده حتى هو سميتو. المهم جافنا ما حسيتي بشي حاجة أبدا ما خلاكش تحس حتى بشي حاجة. مع الإخوان قلت لك أربعة ديال الأصدقاء جالسين هنا معايا، هما براسهم تلفوا من الهضرة، قلت لك ما كيبغيش مبغاش يعطي اللهجة ديال زعما القنت منين راه منين كاين، ما كيلوح غير الكلمات فرنساويين سبليونيين وهذا. وبقى عليا حقا غادي نشوف لك الاخوان ان شاء الله برا، ونصور لك هذا الطبيله هذه ويعاونوك، ونصيفط لك شي بركه التعاون بها اني تصوب. يعني استغلت النقطه الضعف ان يرحم والدين، شاف الامور ديالي انا هكاك. انا قلت ذاك التعاطف وذاك الدواء اللي خدا ولا هذه، هذا ماشي انسان ديال واحد شويه. المهم انا داير الموتور كيتسرجا، قال لي واش مازال ما تسرجاش داك الموتور، قلت له ودي راه كياخذ الوقت. المهم بقينا هنا في اخذ وعطاء من الكلام، تقريبا انت دارت شي الوحده للارب، داك الوحده للارب تكلم الظهر، ناضوا الاخوان مشاو بحالاتهم، نفرت انا وياه المهم نط كنطلع الموتور، لقيته بانه تسرجا، حيت السارجور دخلته لداخل، حطيته في وسط الطبيله لداخل، هو زاد لحدا الموتور، قال لي واش ما تسمح ليش الله يرحم والديك ندير غير شي توير هكا واحد شويه عند المكانه نشوف غير واش الحركه ديالو بحال الاخر ولا هاد. ان دينا عند الله الاسلام، ما نويت شي بانه غادي يكون الانسان، وزيد فكرت بانه كانسان معاق ولا هادي تقول له لا ولا هادي، ما نويتش انا غادي ما نويتش بداك المساله فعلا، انها ما طاحت ليش كاع البال. الحمد لله كنحس براسي، كنحس باخوان ديالي كما بغى يكون، ولكن النيه ديال الانسان حنيت مشيت بما حنا انني، وهذا الشيء علاش تربينا، هادشي علاش تربينا اللهم لك الحمد، لانه كما تربينا حنا حتى على حتى حرايميت ولا هادي ما تلقاناش، حتى حنا كنبيعوا الديتاي ما كتلقاش، راه حنا حتى حنا كنغزروا في بنادم، وحتى حنا كنديروا كندير، ولكن الحمد لله ما عارفين حتى حرايميت ما عارفين حتى يهودي. عليكم السلام ورحمه الله. جا السيد قلت له هكا، جبت الساروت من الجيب ديالي، عطاني واحد النمره ديال التليفون، قال لي سميتو حميد بقالي، ومني جايب لي دي ديال انه باغي ينصب عليا يدير لا اسم صحيح ولا نمره صحيحه، شد الساروت ومشى بحالاته. عطيت الموتور ركب اركب والسيد وهبط، انا قلت غادي يدير تويرير هنا، صاحب الدغيا ما خلاني انا فاش قلت لك دخلت للداخل يلاه سميتو، درت له الكونتاكت حتى كنشوف الموتور سر من هنا هبط، مشى ما جا بديت كنشوف انا لا حول ولا قوه الا بالله، قلت هذا قال كادي جنو. المهم هو رجليك هو يديك، ايوا المسائل ها انت ما كتشوفوا الحاله، ها انت كتشوف اخويا حالتي، رجل مريضه داء السكري فيها، وكنبقاو غير جالسين النهار كامل هنايا، هذاك الميتر كنتحركوا به انا والسيده الا كنت شي صخيره هكا في السوق ولا هذه، حتى هي مريضه بالهشاشه العظام. ايوا حنا لا حول ولا قوه الا بالله، مشينا قدمنا الديكلاراسيون للسلطه، وكنوجدوها من هذا المنبر انها توقف معنا. نعم شنو الرساله كتوصل له هويا الا كان شي روح انسانيه؟ حنا هذا الانسان الله يجازيه بخير، الله يتجاوز علينا جميعا، اللهم اغفر لنا وله. شوف من الحال الا كان سميتو انسان فيه ثمن ذره ديال الانسانيه وديال الايمان، يرد لي الامانه ديالي الله يجازيه بخير. هذيك راه هي اللي كنتحرك بها، حنا ما قلنا الحمد لله ما استفدنا من المبادره الوطنيه بداك الميتر، هزلنا شويه الرجيلات وهذا. عليكم السلام ورحمه الله. ما غادي نقول لك العقده، عقده هنا ديال البكاء، ما بغاش يخرج لي، وبغيت غير نبكي نتفاجأ، كنقول الله سبحانه وتعالى هو اللي اعلم بحالي، الله اعلم، الله اعلم، هو اللي عالم بالحال ديالي سبحانه وتعالى. هادشي اللي نقول لك، هاد الناس هادو ما عرفناش اخويا مع من كنتعاملوا، لا حول ولا قوه الا بالله. واش كتقول ثقه تفقدها في اي واحد لاقرب الناس ليك؟ وهذا هذا هذا هو الدافع اللي كيخليوك هاد الناس دير. حتى الا كان شي انسان فعلا مستاهل انه غير تعاونوه بشي بركه ولا بشي كلمه طيبه ولا هذيك، غتنفر من كل شيء. المهم الا كانت ضرت الانسانيه ربط الموتور ديالك. اييه حنا قلنا له الا فيه ثمن ضرت الانسانيه ومن الايمان، لان السيد توجه لنا وقال لك حقه في القبله على حساب الظهر، فاش ودن وقال لك غادي نصلي وقال لك صلى. وإلا كنت ركعتي لذاك الله سبحانه وتعالى وركعتيه وكتطلب الله سبحانه وتعالى وكتقول له يا ربي اغفر لي، ان ربك كان غفارا، راه ربي كيغفر سبحانه وتعالى.
ولكن اخويا الله يجازيك بخير، شوف فيا في واحد النظره، حتى انا عندي وليداتي، حتى انا سميتو كنبغي نخرج نتسارى معاهم، كنبغي ندور، انا رجلي ما كنقدرش نمشي بها، رجل وحده كندور حتى كنعيا، ولا هذه الا مشيت 200 متر ولا هذه كنعيا كنوقف، خصني عاوتاني نوقف. هذا الانسان الله يجازيه بخير، الله يوقف معك الا شفتي هذا الفيديو، الله يوقف معك الا ديتيه. دابا السارجور ها انت ما ديتيهش، نقولوا ها هو ما ديتيهش، وغادي يبقى ذاك الموتور هكاك، ربما الا ما دبرتي له ساعه السارجور غادي يضيعوا له الباتريات، وما تستاقد لا مستافد لا انت ولا انا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى غادي نتخاصموا، عند الله سبحانه وتعالى نشد حقي. عند بعد ما قدمت كما قلت لك الناس السلطه كنشدهم من هذا المنبر انهم تاوما يحركوا شويه الامور ديالهم، يديروا على الصعيد الاقليمي ولا على النواحي الجهه بالنسبه لفاس بالنسبه للمكناس، ويشوفوا لنا هذا الحل. هذا الكروسه داخلها هنايا سميتو واحد اللي غاز ديالو ديتهم لهم على حساب لي زومبرانت، قالك لا ما صالحين شيء، وكفى ان ما كنفهموش حنا في داكشي، هما اضراب العمل ديالهم. قالك التحريات ديالنا حنا كنقوموا بها، قلت لهم الله يجازيكم بخير، الله يوقف معكم. مشيت كنسقسي هنا الناس، كنسول صحاب الطاكسيات الناس ديال سميتو، قالك اسيدي ما عندنا شي علم على هذا الانسان هذا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اش كنقول لك، انا عقده عندي في النفس، انا شكل لي دابا مرض نفسي، الناس ما كنعسوا شيء. علاش؟ لان كنفكر علاش هذا الانسان بالذات اختار هذا الانسان اللي خوه حتى هو انسان معاق. علاش؟ واش في عطمي يتحن معايا؟ تحن معايا، تعاطف معايا، ولكن في النيه ديالو شيء اخر. حنا بالنسبه لنا الحمد لله الا ما كناش خوت بيناتنا، علاش حنا الحمد لله دائما راجعين للور؟ غير بالكيد، غير شي كينصب على شي كيدي ديال شي، علاش ما نكونوش خوت بيناتنا؟ راه هادشي غادي يتسالى. قل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، قال الله سبحانه وتعالى راه اللي عندنا غادي يتسالى، واللي انت ربي راه ما عمرو يتسالى. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي عنده، اما ديال الدنيا كله غادي يبقى فيها. الله يجازيكم بخير، وكنطلب من الاخوان والمحسنين، وكنطلب من الناس المواطنين الصالحين، الا هما شافوا هذا الانسان بهذه المواصفات يعلموا. انا من مدينه صفرو، الله يجازيكم بخير، يعلموا. من اول رد لي الموتور ديالي، يعني اي رد لي انا الموتور ديالي، والله يعاوننا ويعاونوا كما قلت لكم قبيله، الله يتجاوز علينا جميعا، ان كل شيء خطا وخير الخطائين تواب. كنخطئوا في حياتنا وكنخطئوا، ولكن ما غنوصلوش لهذه الدرجه هذه انني باش نمشي عند واحد انسان معاق ونزول له واحد الحاجه اللي هي ضروريه بالنسبه له. الله يجازيكم بخير اخواني المواطنين، الله يكثر خيركم، اصحاب القلوب النيره واصحاب القلوب العاطفيه والانسانيه، اللي جعل الله في قلبكم رحمه، اللي شاف هذا الانسان الله يجازيكم بخير بهذه المواصفات اللي ذكرت، هو انه انسان راه مفورمي، عنده الكريشه، كيهز واحد الشوينطه كحله، وعندو رجلين بجوج بهم مقطعين من القدام من التحت، ما بين المهم 50 60 سنه، دهماني في اللون ديالي هكا، وعندو الحيحيه بيضاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايوا اش غادي نقول، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله.